نروح بقى لمسلسل آخر عليه رهان كبير. هو مسلسل شاب جدا، وكل ما أسأل حد من جوه بقى لجان الدراما وكده يقولوا لي بصي على مسار إجباري، بصي على الشباب، بصي على أحمد داش وعلى عصام عمر. الشباب السنة دي هم رهان هذا الموسم. خلينا نشوف مسار إجباري. أنا متجوز 2 ستات، أنا حبيتكم انتوا الاتنين. بص أنا الصراع كده مش قادر أقف، أخد عزا دول لوحدي. زهرة أبوك ما سابناش غير الهم. أنت بتعملي إيه هنا؟ ده عمر جوزي. أنا عايز العيال دي هي اللي تجيلي، مش أنا اللي أروح لهم. أنا حاسس إن إحنا بندور غلط. سر مع حبيبي. بنت اسمها حبيبه الكردي كان عندها المدرس بتاعها قام راميها من فوق دور عالي.